بسيد عيد اي نعم من اول السنه، لكن الظروف طبعا يمكن ما حضرتك يعني طالما اشدت للاسيوطي معايا الاستاذ محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا اهلا، ازيك كابتن عبد الحميد؟ كل سنه وحضرتك طيب. او انت طيب؟ معايا كابتن ماهر همام وكابتن رضا شحاته. تحياتي للكابتن ماهر، كابتن كبير. اهلا وسهلا استاذ محمود، اهلا وسهلا. يعني انا عايز ابارك لحضرتك على الشكل العام اللي ظهر بيه الاسيوطي، وعايز ابارك لك كمان على الشكل الفني تحديدا لعلي ماهر، لكل الناس بتتكلم عليه بصراحه، وكل الناس اثنت على اختيار الاستاذ محمود الاسيوطي لعلي ماهر بالرغم ان كان في انتقادات قبل ما حضرتك تختاره. والله انا الحمد لله يعني كل اللي فكرنا فيه اول الموسم تقريبا حصل واكثر ما احنا متعين. لكن بالنسبه للاختيارات احنا عندنا معايير للاختيار، فاحنا بنشتغل على معايير، ومعايير علميه مش معايير يعني احنا، ففي معايير علميه بنشتغل عليها لاختيار المدير الفني، والمعايير دي كانت انطبقت على الكابتن علي ماهر. علشان كده يعني كانت مناسب جدا للمنظومه، لان انت النهارده لما بتيجي تختار الحاجه المناسبه ليك. اكيد ممكن تبقى في حاجات افضل او احسن واعلى، في مدربين، في مديرين تانيين كبار جدا في مصر، بس ممكن حد يكون اعلى منك، ممكن يكون حد مش مناسب ليك. اكيد احنا دايما بنختار المناسب مش الافضل اللي موجود في سوق المدربين، وده يمكن اللي بيساعدنا، لان بتبقى بترخم بسرعه، وبتبقى طموحات المدير الفني نفس الطموحات بتاعتنا، بيبقى عنده روح قتالية، عايز ينجح زي ما احنا عايزين ننجح، فبنقدر ننجح تحت اي ظروف، تحت اي ضغوطات. اكيد يا استاذ محمود. يعني انا هسال حضرتك سؤال، يعني اعذرني في السؤال بتاعي، بس انا عايز اعرف منك اجابته لانها تبقى مميزه جدا، واكيد هتبقى مفيده لناس كتير قوي. يعني مراره النزول لدوري الدرجه الاولى، اكيد حضرتك مسكت ورقه وقلم وقلت احنا نزلنا عشان 1 و2 و3 و4، والمفروض ان انا اعمل 1 و2 و3 و4. يعني ابرز النقاط اللي كانت مأثره فيك قوي، او كانت يعني بدوقك طعم المراره في الدرجه الاولى، كانت ايه؟ واحسن النقاط اللي انت استفدت بيها السنه دي كانت ايه؟ والله ابرز النقاط يا كابتن عبد الحميد، يعني انا لما صعدنا الدور الممتاز، انا يعني عايش بره كتير جدا، وانا يمكن اخر 10 سنين بس اللي انا موجود فيها في مصر. تمام. احنا لما صعدنا في خلال 5 سنين الدور الممتاز، احنا استسهلنا الامور واشتغلنا بشيء فيه عواطف شويه. تمام. يعني كان المدير الفني اللي صعد الفريق خلانا كان مجري، ما اعرفش حاجه عن اي عن لعيبه المصريه، ما اعرفش حاجه عن الدوري الممتاز، خلينا لعيبه كتير جدا من اللعيبه اللي صعدونا طلعوا معانا في الدوري الممتاز، فكان في شغل فيه عواطف شويه. تمام. فده التجربه خلتنا ان احنا لا ما نشتغلش بعواطف خالص، ان احنا خلاص هو كل واحد أدى مرحلته، واللي يستحق يلعب دور ممتاز يلعب، واللي ما يستحقش هو خد مكافآت وتكافؤ في السي في بتاعه ان هو صعد مع دور ممتاز. فدي ابرز النقاط اللي احنا عالجناها لما صعدنا المره دي. جميل قوي، جميل قوي. انا بحيي حضرتك على صراحتك. يعني قول لي يا استاذ محمود، برضو علي ماهر ما شاء الله عمل اسم كبير جدا السنة دي، بصراحة أقنع الناس كمان بالشكل الفني، بشكل الأسيوطي، عمل نقلة الأسيوطي فنية نوعا ما. بتعتقد أن علي ماهر مكمل معاك السنة الجاية، ولا هيكون ليه فرص في أندية تانية؟ يعني خلينا نتفق أن الكابتن علي ماهر عمل موسم قوي جدا، وأنا كنت متوقع كده هيشتغل بشكل مميز، واحنا توقعنا ان هتجي له عروض كبيره جدا، وجات له عروض خلال الموسم، ولكن المغريات كتير. بالظبط. والنهارده المدير الفني اللي ما عندوش طموحات برضه مش هيشتغل. بالظبط. وهو انت الفرق بين المديرين التانيين النهارده الشباب الصغيرين اللي بيبقى عنده طموحات وعايز يعمل نفسه اسم وده وده وده، عشان كده بيشتغل. فلما بيجي له عرض مغري يعني فرق كبير في الارقام، احنا عندنا ميزانيه ما بنقدرش نخرج عنها، لان احنا عارفين مواردنا، والموارد محدوده مش موارد مفتوحه، فاحنا بنشتغل
على الموارد دي، وهو ده النجاح. تمام. ما يبقاش عندك ميزانيات مفتوحه، يبقى عندك ميزانيه انت محددها وخلال الميزانيه دي بتشتغل عليها وبتنجح. فالميزانيه بتاعتنا ما تسمحش ان احنا ممكن نوصل للرقم، فاحنا حملنا معاه، لكن هو كان العرض مغري وهو عايز برضه تجربه في انديه مقدمه، ممكن عنده طموح، عايز ينافس كابتن علي مهر كوتش كبير جدا وهيبقى له كبير جدا في الدوري، واحنا حاجه بتسعدنا. انا سعيد جدا قبل كده كابتن مؤمن سليمان اشتغل معانا وطلع من عندنا على الزمالك وعمل من احسن مدير الفنيين كان، ولو كان كمل في الزمالك كان الدنيا اتغيرت. ولو كان الظروف المتاحه عنده دلوقتي لاي مدير فني كان متاحه للكابتن سليمان كان حقق. كان عندنا قبل كده الكابتن خالد جلال، كان عندنا الكابتن علي ماهر، يعني بيشتغل بالعلم وبيشتغل وبيتعب كتير جدا. وهو اخيرا ربنا بيكافئه وربنا كافئنا احنا، فاحنا ما قدرناش الا نشكره على المجهود اللي هو بذله طول الموسم، حقق نجاحات كبيره جدا. انعكاس النجاحات دي علينا احنا كنادي الاسيوطي، النهارده احنا الفصل الاسود، النهارده احنا المركز التاسع، النهارده احنا بالميزانيه بتاعتنا قدام فرق كتير جدا متصرفه ثلاث اربع اضعاف الميزانيه بتاعتنا، فهو ده النجاح. هو ده النجاح، فاحنا النهارده احنا الاثنين شركاء في النجاح، فهو لازم يبني ثمار نجاحه واحنا بنبني ثمارنا، وانا مش قلقان لان احنا برضه هنشتغل على المعايير اللي احنا شغالين عليها، وانا عندي ثقه في المنظومه وعندي ثقه، لان احنا بنوفر المدير الفني اجواء يعني ما قدموش اللي ينجح، ما عندوش تقريبا مشكله واحده. يعني هو شغال طول الموسم بس بيفكر في الملعب، وكل المشاكل لو طلب اي حاجه متاحه بنشتغل احدث اجهزه عندنا تدريب، احدث اجهزه طبيه، اللعيبه مقيمه طول الموسم تحت عينين المدير الفني، بيدي محاضرات، بيدي اللي هو عايزه بيعمله، فده برضو عوامل مساعده كتير جدا للي عايز يشتغل واللي عايز ينجح. والله يا استاذ محمود يعني انا بصراحه يعني ما سعدتش بلقائك قبل كده، لكن انا بصراحه بحيي حضرتك على احترامك الزياده قوي، وكلامك بصراحه العقلاني جدا والمنطقي جدا كمان ليك والعلي ماهر ولكل المديرين الفنيين اللي اشتغلوا مع حضرتك، كلام محترم جدا بصراحه يعني. شكرا جدا على كلامك ده. لكن قبل ما اقفل مع حضرتك يعني الاستاذ محمود الاسيوطي هيحفز او هيلاقي دوافع للعيبه عشان لقاء الاهلي اللي جاي هيكون شكلها ايه؟ طبعا الدوافع موجوده، النادي ده محتاج اسهل مباريات بالنسبه للمدير الفني والاداره. الدوافع المعنويه موجوده عاليه جدا. انت بتلاعب النادي الاهلي، انت بتلاعب بطل افريقيا، نادي مصنف افريقيا وعالميا، فانت اللعيبه بالنسبه لها انت بالعكس، انت لو حطيت دوافع اكثر ممكن تعمل اكبر على اللعيبه، ممكن اللعيبه تبقى مضغوطه ما تاديش الماتشات اللي زي كده. احنا عندنا لائحه، عندنا لائحه في الكاس، حتى لو ما كانش طرف المباراه النادي الاهلي كنا هنطبق اللائحه، يعني هي اللائحه بتقول ان احنا في دور الثمانيه مكافاه مثلا 10,000 جنيه كل لاعب في دور الثمانيه، تتضاعف في الدور الاربعه، تتضاعف توصل 30,000 جنيه في الدور النهائي، فهي اللائحه موجوده 10,000. احنا ما بنغيرش اللائحه على فكره يا فتح حميد، احنا النادي الوحيد اللي في مصر اللي استحاله نخرج عن اللائحه، اللائحه متوقف اللعيبه بتمضي عليها والجهاز الفني بيوافع عليها وكل الناس بتوافع عليها، وبنشتغل طول الموسم بدون خروج عن النص، كل واحد عارف حقوقه، كل واحد عارف واجباته، وده برضه عامل كبير في النجاح، لان انت ما بتشتتش اللعيب خارج الملعب، خلاص هو عارف ان في لائحه وهو حافظها، ومش محتاج المدير الفني يقول له اصل الماتش الجاي هنعمل كذا كل الكلام ده مش موجود. فدي حاجات تفيد، يبقى في استقرار، في استقرار ذهني للاعب، لان اللاعب المصري برضه هو نفسه، انت عارف احنا المجتمع عندنا مفتوح، فانت لما بتشتته اكتر ما بتاخد من تركيزه. فاحنا الموضوع اللائحه طول الموسم ثابته، واحنا كمجلس اداره ملتزمين فيها
جدا يعني بنطبقها زي ما الكتاب قالوه، واللاعب عارف خلاص يعني اللاعب عارف هو ليه واخد الموسم دي ايه والماتش ده هياخد ايه والماتش الجاي هياخد ايه. فالحمد لله من الناحيه دي احنا عندنا استقرار. اتمنى طبعا نعمل ماتش كتير قدام النادي الاهلي، دايما ماتشات النادي الاهلي اللعيبه في ماتشات كلها مكاسب، يعني انت حتى لو اديت كويس واتهزمت الناس كلها تتكلم عليك، انت لو عملت نتيجه ايجابيه دي هتتكتب في كتب التاريخ، لكن انت عملت نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي. فماتشات الاهلي والزمالك والانديه الكبيره دي ماتشات دايما كلها بتطلع منها بمكاسب. فنتمنى التوفيق ان شاء الله، ونتمنى تطلع مباراه تليق بدور الثمانيه ويطلع من غير اصابات، يعني النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا نتمنى له التوفيق في بطوله افريقيا. واحنا ان شاء الله عندنا طموح ان احنا اكيد نوصل. يعني اقول لك على سر يا استاذ محمود بقى. اقول لك على سر كابتن ماهر همام، كان كل ما تيجي سيره الاسيوطي لازم يقعد يشكر في حضرتك كتير جدا، وانا بصراحه ما بحبش اقعد اشكر في حد عشان ما حدش يقول ايه اصل بيشكر في ده وبيسيب ده، فانا عرفت دلوقتي هو كان بيشكر فيك ليه بصراحه. يعني انا دلوقتي انا اتاكدت هو كان بيشكر فيك ليه. كلام محترم جدا وشخصيه محترمه وعقليه احترافيه، بتمنى لحضرتك التوفيق فيما هو قادم. لكن انا لمست من كلام حضرتك ان علي ماهر خلاص يعني ممكن تكون اخر سنه ليه مع الاسيوطي، ممكن الاستاذ محمود الاسيوطي يفكر في مين؟ هل هتفكر في اسم ولا هتفكر في فعل؟ احنا فكرنا وخدنا قرار بس نقدر نعلنها اكيد اكيد الكابتن علي ماهر النهائي يعني. اكيد اكيد احنا لسه عندنا مباريات مهمه، لكن احنا قرارات موجوده في القلب في الذهن وكل حاجه واضحه بالنسبه لنا احنا، لكن طبعا الاعلام ده لازم يبقى اكيد فيه. اكيد انا بحترم طبعا كلام حضرتك ورايك جدا، لكن مدرب شاب طيب ولا مدرب كبرات؟ هو نفس المواصفات المواصفات والمعايير طيب. اللي احنا بنشتغل عليها. هو انا حسيت اقول ولا بلاش؟ والله اقول براحتك. يعني انا ممكن اكون شايف عماد النحاس يكون مع الاسيوطي السنه الجايه. انا عموما اتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم استاذ محمود، وحضرتك عقليه احترافيه كبيره جدا. يعني انا الشكل انا شايف الشكل بين الاثنين. ربنا يسهل يعني بعد مباراه الكاس ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكر الكابتن ماهر همام طبعا هو بصراحه كده بدي لك حقك يا استاذ محمود. بالتوفيق يا استاذ محمود. يعني كده بدي لك حقك بصراحه بعد المكالمه معاك دي وضعتها واضح من بدايه الموسم، يعني كان في رؤيه لحضرتك رؤية فنية يعني كانت واضحة والحمد لله اتحققت بخير، يعني بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. الحمد لله شاكرين جدا. بالتوفيق ليك يا استاذ محمود، وتشرفت بالمداخلة بتاعت حضرتك، وان شاء الله كل التوفيق لفريق الاسيوطي فيما هو قادم باذن الله. ده انا عايز اقول لك ميدو لو سمحت لي يا رضا. اتفضل. بالنسبة للفرق انت بتشكر في الراجل كتير قوي. لا ودي حقيقة وواضحة وواضحة من البداية يعني، واحترافي وعقلاني بصراحة. وكمان يمكن كنت بقول ان